مرحبا، رح نحضر اليوم التبولة التركية أو الكسر بأطيب طعم وأسهل طريقة. نحتاج كوب ونص برغل ناعم، كوب مي سخنة، بحركهم وبغطيهم لمدة نصف ساعة. هلأ رح أضيف ملعقتين كبار من معجون الفلافل، ملعقة كبيرة معجون طماطم، وبعجنهم مع البرغل. بضيف 100 ملي زيت زيتون، 50 ملي دبس رمان، 50 ملي عصير ليمون، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة كمون، وبحركهم. بضيف خس مفروم، بقدونس، نعناع، وبخلط المكونات مع بعض.